يعني قبل أيام أصدر القضاء الكويتي حكم ذكر بأن الأول من نوعه لصالح مواطن، يعني قضى عام كامل في السجن وهو مظلوم. وهذا الخبر فعلا اهتمت فيه كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية، لأن نادرا أو من الغريب أنك يعني تقضي عقوبة نيابة عن متهم قاعد يسرح ويمرح برا السجن. الحكم اللي أصدرته محكمة الاستئناف في الدائرة المدنية برئاسة المستشار خالد العثمان لصالح المواطن بدر محمد المطيري، بأن ألزمت وزارة الداخلية أن تدفع له مبلغ 250,000 دينار لتسببها في ضياع مستقبله وتنفيذه لأحكام جزائية في قضايا لم يقترفها. لكن هل هذا التعويض المادي يعني برد نار قلب إنسان مظلوم ومقهور تم حبسه دون وجه حق؟ وإذا إحنا يعني نشيد بقضائنا العادل أيضا لابد نشيد بالحرفية عند المستشار القانوني وأيضا إيمانه ببراءة موكله. حول هذا الموضوع معانا بالاستديو المواطن بدر محمد المطيري وهو صاحب قضيتنا هذه، وأيضا المحامي الدكتور محمد الماجدي. مساكم الله بخير دكتور، وحياكم الله معانا في مسيان، وأقول لك الحمد لله على سلامتك ونورت يعني برنامج مسيان بعد قضاء يعني هذه العقوبة دون وجه حق وظلم وبهتان يعني ألم فيك. الله يسلمك. يعني الحمد لله الله أفرج همك، يعني مع أني أنا عارفة يوم يعني يوم بالسجن ما تعوض ملايين أكيد أخ محمد. صحيح. الله يكون السنة دعني. كاملة بالسجن شنو السبب؟ أخطاء. نعم. أخطاء ضباط وإهمال يعني ما. ودي لو تكلمني يعني عن القضية نفسها وشلون تم إحالتك إلى السجن وتم الحكم عليك بأنك تدخل السجن. مواطن عادي يعني مقبل على زواج بعد 4 أيام. نعم. ومعاي المفروض انه معاي نسيبي يعني اللي انا باخذه لانه رفيجي هو اصلا. نعم. فداخلين منطقه بيان رايحين الديوانيه ديوانيتنا، فاحنا بالطريق صادفنا تفتيش، فعند التفتيش خففت وهذا اثباتك تفضل واثباته، وهذا اعطاهم خذوا وشيكوا فيو بدر. اي نعم. انزل من السياره عسى ما شر فيه شيء، وهذا قال لي انزل من السياره دقيقه بس. قلت له حاضر، فتحت الباب ونزلت. اللي ورايا ومسكني وكلبشني لحظه شوي عسى ما شار، وهذا لحظه شوي فهمني طيب. نزل اللي معاي فقاعد يكلمهم يعني عسى ما شار وهذا انا يعني كذا، انا موظف المكان الفلاني يعني يقولوا لي كذا، هو هم في الداخليه. فقالوا لا اطلع برا الموضوع، مالك شغل، الموضوع كبير ومالك شغل، الريال عليه ضبط واحضار. فانصدم الريال يعني، انا اخذوني على جنب حتى ما سمعت يعني اللي قاله بعدين عرفت الكلام. فخذوني على جنب عسى ما شر، طيب كلمني يقول لي، ركبني الدورية وداني مخفر بيان. في مخفر بيان هم دخلت عسى ما شر، الحين بفهم يعني. نعم. خذوا الحقوا سيارتي طبعا يابوها وراي، فدخلوني مخفر بيان. لما دشيت المخفر ابي احد اتفاهم معاه، ابي احد اكلمه، خلوني قاعد ودشوا داخل معاهم اثباتي ومعاهم هذا. طلع من داخل كان يقول خلاص وده، رحت فتحوا النظارة ودخلوني النظارة. في النظارة أبي أفهم، قلت بيني وبين نفسي قلت في خطأ والحين يبين الخطأ وراح يجون الاعتذار بعد شوي يعني، وراح أطلع يعني. فشوي ولا يعني لقيت يابني هذا العسكري، رات طلع مرة ثانية، لحظة يا أخي لحظة كذا، وهذا صار الليل نمنا. طبعا أنا ما شفت النوم يعني، بس أكيد. أكلمهم أبي أحد يفهمني يعني. ولا ثاني يوم منتظر يعني الضابط المخفر الكبير او اكبر مسؤول في المخفر يفهمني ليش انا موجود هني. ضابط المخفر ما ياك؟ لا ضابط المخفر ما لا ما يعني كلش الشرطه يعني. اي انسان مضبوط وهذا ومتخذين اجراءهم الطبيعي. طب فهم الانسان هذا شنو متهم بشنو او كذا. فدخلوني النظاره ثاني يوم تنفيذ الاحكام، ركبوني الدوريه ودوني تنفيذ الاحكام. في تنفيذ الاحكام قلت من سجل لسجل الموضوع يعني، فقمت اصارخ وقمت اتنازر. كان تنفيذ الاحكام في وقتها في الجابريه. نعم. فالمارين قدامي يعني المراجعين وهذا، كانت النظاره يعني قدام المراجعين، فصوتي علا ابي افهم، وصوتي يعني قمت اصارخ صوت عالي عالي يعني، فهموني تعال يا انسان، تعال يا بشر. حتى الشرطه اللي يابوني همشوا، فيوني الشرطه، شرطه تنفيذ الاحكام عسى ما شر هذا، كان اقول له يبقى انا ليش هني؟ من امس انتم ماسكيني. فقال لي شو اسمك انت؟ قلت له اسمي كذا كذا كذا. راح داخل طول تقريبا 10 دقائق يعني، كان يقول لي عليك 7 سنين سجن، تستعبط يعني ما تدري؟ شنو التهمه؟ شنو هي القضيه؟ الحين مو الحين يعني شوفني انا اتقبل الكلام اللي هو قاعد يقول، قاعد اقول له والله كلمني جد، كلمني جد واللي يرحم والديك، انا ليش موجود هني؟
قال لي اضحك معاك انا عليك 7 سنوات سجن، 5 سنين بسنتين. لفت فين الدنيا. فقمت اصارخ بصوت اعلى وهذا لين يعني الضباط تجمعه وهذا اسكت اسكت اسكت. قلت له ما اسكت. وكانك مو عايش في عالم الواقع، يمكن هذا ضرب من الخيال. انا في حلم لحد ما نزل المدير العام، لان صوتي علا جدا، لحد ما نزل المدير العام. فنزل المدير العام، شنو ايش فيه هذا وكذا وكذا. قلت له اللي يرحم والديك. وهم كلموه قدامي، قالوا المدير كان مدني. نعم. فقلت بس هذا اللي الحين. قلت له اللي يرحم والديك، انا كذي كذي موضوعي، امس ماسكين من مكان لمكان ويابوني الحين عندك هني، ويقول لي 7 سنوات. فقال لي اطلع ايبو. فقعدت اقسم له انه مو انا. فقال طلعوا ايبو. طلع شيك، شنو اسمك؟ اسمي كذا وكذا. وين اثباته يا ابو اثباته؟ الرقم المدني. اي كان يقول لي مو انت فلان بدر محمد خالد مطيري؟ قلت له نعم. فقال لي مو رقمك المدني كذا كذا كذا؟ قلت له نعم. شقوا ردوا تحت. قلت له شنو ردوا تحت؟ فهمني طيب. كان يقول لي عليك 5 سنوات مخدرات وسنتين هروب بعد القبض القانوني. يعني حاشني نفس الشلل وجسمي قاعد ينفض. مسكت ايده قلت له لا تكفى طق مره ثانيه. هذا لا تكفى، تشيك والله اكيد في رقم غلط. تشيك تكفى. وقاعد اترجع. قال لي خلاص روح تحت انا تشيك الحين. وهذا الساعه 5 العصر بالمركزي. قاعد تنفذ الحكم. قاعد انفذ الحكم خالص. يعني موقف جدا صعب. ننتقل لك حضرة المستشار محمد، يعني تفاصيل هذه القضية من أول يوم توليت هذه القضية. والله هي أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لعرض مأساة الأخ بدر. وفعلا هذه المأساة ممكن تحصل لي أو تحصل أي مواطن آخر. يعني المصيبة المشكلة أن دائما إجراءات، يعني احنا دائما نعتقد ان الداخليه وزاره الداخليه في اجراءاتها الطويله لضبط المتهمين الحقيقيين المرتكبين الجرائم، دائما احنا نعول عليهم انهم هم صمام الامان، بحيث انه ما يدخل اي انسان الى قفص الاتهام او الى السجن ومأساته الا يكون فعلا هو صاحب الجرم، ولا يكون انسان بريء. المشكله والمصيبه ان القضيه هذه اول ما مرت علي حسيت إنها قضية ملعوب فيها، قد يكون بقصد أو يكون بغير قصد، لكن أنا متأكد، كان عندي يقين بأن هذه القضية فيها تلاعب وفيها إهمال من وزارة. شلون وصلت إلى هذه القناعة وهذا اليقين؟ أول شيء القصة، إحنا حين قصين يعني قص بدر. صحيح. يعني قصته شلون مسكوه وتفاجأ في الحكم أنه عليه حكم نهائي، لكن إحنا نبي الفاعل الأصلي شنو سوى. القصة باختصار هو دخول مسكن للمتهم الحقيقي اللي لا زال هارب. نعم. يعني ولا زال إلى اليوم لا زال هارب، والداخلية لا زالت متقاعسة عن ضبطه. يفترض أن هذه أجهزة الداخلية ما تقعد. هو بدر ترى مصيبته مو مصيبة تعويض ولا أموال ولا مصيبته، أنه شلون أنا المتهم اللي سوى فيني كذي لغاية الحين هو خارج السجن. صحيح. وأنا عانيت منه. الرجل جرح في كرامته للأمانة. لما شفنا القضية اكتشفنا أن المتهم الحقيقي دخل مسكن يعني متأخر، في وقت متأخر من الليل، وتم ضبطه. هو كان يعني كان على موعد أو شيء مع أحد من أهل البيت، فكان على موعد وتم ضبطه من قبل أهل الشخص اللي كان مواعده أو البنت اللي كان مواعدها داخل البيت. لأن البنت هذه جريمة أخرى. لأن البنت، أنا ليش أقول البنت؟ يعني أقول الله يستر علينا وعلى بنات الناس. لكن البنت هي اللي ساعدت بعدين على تهريبه من المستشفى، وهذا ثابت في حكم قضائي نهائي بإدانتها وسجنها أيضا. فدخل فمسكوا أهل البيت وطقوا طق، يعني إلى غاية ما الرجال انشل طاح في البيت. طقوا على دقوا على 3 سبعات. بعد الطقة هذه جت 3 سبعات. الضابط كان فالح العازمي، هو اللي كان النقيب فالح العازمي. المشكلة أن فالح النقيب فالح العازمي هذا اللي كانت بداية فك يعني الشفرة مالت القضية. إن ذكر في أقواله طبعا كم هائل من الأوراق والأوراق القضية، لما تفتشها وتقراها وتفاصيلها اكتشفنا أن في إفادة من النقيب فالح العازمي، أنه قال أني أنا لما حضرت إلى الواقعة بالليل عند المتهم الأصلي وجدت فتشته، فوجدت جواز سفر باسم بدر المطيري
وعلما بأن جواز السفر هذا موجود في رغم مدني يعني يقدر يتحرى من حقيقته. صحيح. والصورة المشكلة الشكل الصورة شايل صورة بدر وحاط صورته هذا أنت المتهم الأصلي، ولو تشوف الصورتين يعني شتان بين الشخصين في فرق كبير. وذكر في إفادته أنه لقى أيضا بطاقة مدنية خاصة في المتهم، ولقى أيضا بطاقة مالت البنك، يعني في ثلاث أدلة بطاقات. ثلاث هويات، ثلاث هويات موجودة في الواقعة تم ضبطها وتحريزها. المشكلة الجواز كذي مزور، الجواز مزور والبطاقتين المدنية، البطاقتين لا أنا أعتقد أنهم صحيح يعني حق المتهم الأصلي، ولكن المشكلة أن تفاجأت أنا لما تتبعت القضية إلى ما وصلت إلى النيابة، تفاجأت بأن البطاقة وبطاقة البنك والبطاقة المدنية اختفت من التحقيقات، فثبتوا بس الجواز علما بأن هناك إفادة في محضر الضبطية بأن في بطاقة مدنية وفي بطاقة، فبدأت أتتبع إلى بطاقة الهوية الأخرى. هل في تشابه أسماء بين متهم مرتكب الجرم؟ يعني أنا أقول هذا متهم مهارب اسمه عيفان عويد عيفان، يعني هذا المتهم، وهذا بدر مطيري. بدر محمد عيفان هذا وبدون أعتقد أنه. فلما فتشوا لقوا أنه معاه مخدرات ودوه المستشفى، لقوا متعاطي، بالتالي عملوا له عمليات، وقع على أوراق العملية على أساس أنه بدر بناء على الجواز، وأهملوا البطاقات المدنية بطاقة البنك، فوقع على منتحل شخصية بدر وبالتالي سوى العملية. المشكلة أثناء الهرب، يعني شون تهرب، شون انحاش هذا المجرم الحقيقي من المستشفى. وأنا حسيت أنه في تواطأ، وهذا المشكلة التواطأ أثبته حكم المحكمة بعدين اللي هو صادر في الجنح الجزائية على شرطيين اثنين وعلى البنت اللي هربتها اللي كانت موعدتها بالبيت. هذول الثلاثة الأشخاص لما قريت أقوالهم في القضية يقول أنا رحت أصلي وخليت صاحبي يحرص المتهم اللي قاعد يسوي عملية في المستشفى، رحت أصلي. الثاني شي يقول رديت لقيت فلان من حاشي. الثاني شي يقول صاحب اللي قاعد ينطر يقول أنا جاني تليفون ورحت أسوي تليفون، يعني اثنين تركوا. هذا إهمال. المشكلة والمصيبة إن في البنت هذه اللي كانت صديقته واللي موعدها في البيت، البنت هذه المشكلة إنها هي طلبت زيارة للمتهم الحقيقي وهو بالمستشفى من الشرطيين، وتعاون الشرطيين معاهم ودخلوها داخل، وهي داخل الشرطي راح يصلي وشرطي ثاني راح يكلم تليفون، ووحدة داخل وهي متهمة، ولاقينا المتهم الحقيقي في بيته. فحسيت إن في تواطؤ وفي إهمال بسبب رجال الأمن، وإحنا نعرف إن يعني مسؤولية التابع والمتبوع أن وزارة الداخلية مسؤولة عن أعمال. أنا ودي أتوقف عند هذه النقطة وأنتقل حق أخوي بدر. قضية الجواز المزور أنه شايل صورتك وحاط صورته، أنت مبلغ عن فقدان جواز؟ أنا ما أدري أصلا أن الجواز، أنا اكتشفت أن الجواز يعني مبيوق لأن ما في، أنا كنت راد من السفر فترة بسيطة وكان الجواز بالسيارة، وأنا مثل أي شخص يعني أرجع من السفر أرجع من السفر يعني أيامها مو متزوج، فأرجع من السفر مع الجنطة وهذا خلي الجواز فوق المكتبة وهذا، والوالدة الله يحفظها تي تأخذه نفس كل مواطن. الجواز ما نفقده ترى، إحنا ككويتي ما نستخدم إلا وقت السفر، ما نستخدمه، مو جواز هوية. بس عادة اللي جوازه يفقد أو كذا يكون مبلغ حماية. أنا لو أدري فقدان بوقتها كان رحت بلغت وسويت الإجراءات كلها. هو استغل هذا الشيء وقدر يزور الجواز. يعني أنت لو عارف إنه راح يوصلك لهذه المواصيل أكيد بلغت. طب أخ بدر، يعني شلون تلقيت خبر حبسك وشلون قضيت الأيام الصعبة؟ إحنا عارفين معاناة كبيرة لمدة يعني سنة وكان المفروض تقضيها لسنوات، شلون يعني قضيتها داخل السجن؟ أول شيء أختي يعني موضوع سنة هذا موضوع يؤلمني يعني من داخل، لأن المدة مو سنة. صحيح. أنا سنة داخل السجن. نعم. يعني سنة كاملة داخل السجن، ولكن قضيت 5 سنوات برا السجن، يعني عامل معاملة سجين. أنا ما عندي أي إثبات طبعا، خذوا إثباتاتي وطلعت مع العفو الشرطي اللي هو حفظ القرآن الحمد لله، ومشاركة في بعض الأعمال في السجن مثل النجارة والكهرباء وهذا وحرف،
واشتركت فيها وهذا، وطلعت مع العفو الشرطي، سمعت وكذا وخلصت العليه وطلعت. فلما طلعت قالوا لي لا انت لازلت سجين، اي مشكله تحوشك، اي عمل، اي مشكله تحوشك ترجع تكمل. الحين انت ما ازلت اللبس، يعني قانونا لم يتم ازاله اللبس بعد خروجي من السجن؟ أي؟ ما 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 لي حق حتى اطالب بشيء. انا رحت مراجعه واحده في تنفيذ الاحكام، السلام عليكم، السلام، انا كذا كذا، ضبطتوني من قبل سنه كنت في السجن وطلعت الحين تبع كذا كذا، قال لي اعطني اثباتك، طلعت اللي هي اللي تميت الفتره هذه كلها راجع فيها، اللي هي هذه هويه. لا زلت تراجع فيها؟ لا الحمد لله الحين عندي اوراقي كلها، هذه هويه سجن الحين. اي فراجعت اعطيت هذا، كان يقول لي شنو هذه؟ قلت له انا طالع تبع برنامج وهذا، كان يقول شايبك عندي؟ الاسلوب كله تغير يعني. قلت له انا مو انا الشخص هذا، يعني انا جاي بس بقول لك بوضح لكم، انا طبقت الحين سجن وطلعت، انا مو الشخص هذا. كان يقول لي مو الشخص هذا ولا مو الشخص هذا، طق على الكمبيوتر قال لي انت للحين اصلا سجين. قلت له عندي خبر، قالوا لي وهذا. كان يقول لي قاعد تروح لهم يوميا؟ قلت له نعم، قاعد اروح لهم واحلل المخدرات. نعم يعني اروح لهم يوميا في القرين واحلل عندهم، واداوم من الساعه 7 الى الساعه 2 الظهر، لو يغيب يوم يتخذون اجراء على طول معي. للاسف هذا وانت بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب مثل ما يقول. وعلى الحاله هذه ل 2006 يعني كملت تقريبا 7 سنوات الحكم كله كامل على الحياه هذه. ل 2006 يعني هو اكتشف طبعا يعني اكتشف بعد خروجه يعني بعد الـ يعني هو طريقه مشكله اكتشافه للجريمه انه بعد فتره اكتشف ان الجواز مزور. نعم. وبالتالي احنا يعني تم رفع قضايا على الشخص المتهم. نعم. الحقيقي، وقدرنا نتوصل من خلال هويته، بس الصوره كانت عندنا، بس من خلال الصوره قدرنا نتوصل الفاعل الاصلي، وبالتالي اخذنا عليه عقوبات. نعم. اللي هو 10 سنوات، 5 سنوات حكم عن التعاطي. نعم. و5 سنوات على التزوير وانتحال شخصيه. متى صدر الحكم البراءه؟ صدر الحكم البراءة يعني من 2007 تقريبا. 2006 يعني هو حكم التعويض. استمرينا المشكلة 3 سنوات احنا تقريبا معاناة مع الحكومة، رغم ان هذه التخبطات بسبب الحكومة، وظلم الرجل واضح ووارد، يعني يفترض ان يعني يفترض انه يقدم له اعتذار، يفترض على المأساة اللي قضاها، لكن احنا قضينا 3 سنوات نجاهد مع الدولة إلى غاية ما وصل مع الحكومة وزارة الداخلية، إلى غاية ما وصلنا إلى حكم استئناف بتعويضة 250,000. نعم. مع إلزامها بالمصروفات. المشكلة أن وزارة الداخلية لا زالت، يعني هذا شيء يقهر، يعني أنا ما أدري شنو يعني شنو وين المشكلة عند وزارة الداخلية لما تكافئ أو تصحح أخطائها. نعم. بمواساة هذا المتهم المواطن البريء، بأنها أول شيء تقبض على المتهم، ثاني شيء تقدم اعتذار. هذا. نعم. لو أنه في دولة خلي تكفر عن ذنبها في دولة أخرى، هذا الموضوع لو بدولة أخرى قسما بالله حكومات تقدم استقالاتها، وزراء ما يقعدون في 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 كراسيهم. صحيح. يعني احنا شنو يعني، ترى هذا الموضوع ممكن يصير لي وممكن يصير لك. صحيح. فاحنا المشكله بعد الثانيه، احنا دائما نتوسم خير ان شاء الله بالوزير الداخليه الشيخ محمد الخالد، نتوسم فيه خير، علما بان القضيه هذه كانت في عهده، المشكله ب 99 ابتدت وولدت هذه القضيه في عهده وانتهت في عهده. الحين هو موجود في على راس وزاره الداخليه، يفترض من باب انساني انه يتعامل مع هذا الملف معامله خاصه، اول شيء لانه هو في عهده صارت هذه المشكلة. نعم. ومسؤولية التابع والمتبوع تحتم عليه أن يتحمل مسؤولياته. ثاني شيء يفترض عليه، طالما أن انحلت هذه القضية في عهده، يفترض عليه أنه يقدم اعتذار. نعم. ليش ما يطلب هذا المتهم المواطن ويبرئ قدام الناس ويعتذر له ويقدم له اعتذار وهو يستحقه. ثاني شيء يتعهد بأنه يقبض على هذا المتهم الهارب. وهو إلى الآن حر طليق. أنا بدر ترى أنا اللي أكثر واحد عايشت معاناته، لأنه يوميا في المكتب عندي. نعم. يعني يوميا في المكتب عندي يشكي لي مأساته، وعرف أنه ما ينام الليل، وسجانه اللي سجنه وتسبب في سجنه برا
قاعد يشرح ويمرح. نعم حضرتك شفت البراهين يعني واضحة قدامك، يمكن عشان كذي كنت متأكد من براءة بدر. طب بدر أنت قبل ما تسجن أعتقد كنت موظف عدل؟ هل رجعت لوظيفتك ولا ما زلت عاطل عن العمل؟ أنا رجعت وزارة الدفاع بعد ما خرجت من السجن، لقيت طبعا مصرح مفصول من العمل. نعم. فما لي حق أصلا أراجع في أي مكان أو كذا، لأن مثل ما قلت لكم ما عندي إثبات. نعم. أصلا فبعد ما خلصت وهذا رديت يعني أتعايش، رديت يعني أقدم أوراق، رديت أتكلم يعني طبيعي، لأن يعني الكسرة اللي انكسرتها هذه مو هينة ولا أقدر حتى أتعامل مع أي لبس داخلية. صار عندي في ردة فعل مع أي لبس داخلية، يعني الإنسان هذا ممكن يضيعني، الإنسان هذا ممكن يعني قسما بالله العظيم يعني اللبس هذا سبب لي مشكلة الفترة هذه كلها. زي رجال الداخلية. زي رجال الداخلية سبب لي مشكلة يعني. أزمة نفسية بس. شيء داخلي يعني. نعم. يعني أنا في أنا في أمور في السجن يعني لو أتكلم فيها هذه السطور والله العظيم بين السطور هذه في كتب، يعني في أمور ما توصل. يعني تخيل إنسان من التفكير حوش ضغط سكر، شنو نسبة، شنو قوة التفكير هذه؟ صحيح. في عمرك شفت واحد وهو يفكر يصرخ آخ يمسك راسه يعني حالات حاشتني القوي. حالات مستحيل العقول تصدقها يعني فاهمني. لأن أبي أفهم ليش فاهم. يعني لما جيت بعد ما خلصت الأمور هذه كلها لقيت البنك، كنت ماخذ قرض طبعا قبل، البنك رافع علي قضية وعلي ضبط إحضار، السيارة هم أقساط رافعين علي هم ضبط إحضار، الدوام فاصليني. نعم. ما في عمل، ما في أي شيء، ابتديت أراكض سكر كل واحد يبقى صبروا علي. في السجن ما في أحد تعاطف معك؟ يعني نعرف إن في لجان وفي يعني هيئات تكون متواجدة وتتواصل مع السجين مباشرة وتقعد معه، ما تواصلت معهم؟ ما عرضت مشكلتك وحاولوا يتبنونها على الأقل ويكلمون إدارة السجن بحيث إن على الأقل يتعاملون معك بطريقة مختلفة؟ أنا داخل السجن هو متهم. داخل السجن النظرة يعني أول شيء كانت النظرة عادية، كل من يقول بريء، كل من يقول بريء. أنا أول ما يبوني يعني فتحوا باب الزنزانة ليحين يعني دخلوني السجن، سودت الدنيا بوي. دشيت داخل لما فتحوا باب السجن، باب عنبر اسمه، دزوني داخل وسكروا باب العنبر. دفعوك؟ إيه داخل لأن واقف ما بدش. فدخلوني داخل سكروا باب العنبر، سمعت صوت الحديد قاعد يتسكر وراي، فأطالع زنازين واللبس وأنا لابس مثلهم أقرع وطالع الوضع هذا، أخذت يسار وقعدت يم الباب لام ريولي وقاعد وراها بساعات انفتح الباب يبي يدخلون العشاء. فقمت أنا أقول حق العسكري أنا بدر، دقوا عليكم؟ لا أنا ترى الغلط أنا بدر، لا تنادي ولا هذا. شاي يقول لي تشتغل صار كل ما ينفتح الباب مدة شهرين ونص أنا هذه قاعدتي. احنا عارفين الغصه اللي بقلبك والله الله يكون بعونك. يعني الاكل يبونه البلديه، عمال البلديه عرفت، وهذا يبونه يعطوني وهذا، ومنتظر بس يعني اي احد يفتح الباب يقول انت بدر، يبقى اسفين والله مو قصدنا وهذا، حياك تعال وهذا تفضل. مو راضي تتقبل الوضع اللي انت فيه. شهرين ونص هذا المكان مكان قعدتي، الين قمت اقول لك يعني وصلت مرحله يعني خلاص، يعني كثرة السؤال كل ما ينفتح الباب أسأل العسكري تدري شنو سوى فينا، طلعني برا قال لي إيه الحين أطلعك، تعال اطلع، حط الكلبة بيدي وكلبتني بالممر على الشبك، أطراف أصابعي بس واقفة ومعلق أنا بالطريقة هذه مدة 3 ساعات. هل إهانة وهذا التأي؟ علشان شنو؟ علشان قاعد أقول والله مو أنا. يعني في مراحل كثيرة، يعني حتى معاملتي مع السجناء، يعني حتى بعد ما ابتديت أمشي يعني داخل وأروح أتحرك، معاملتي مع السجناء اتكلم اسلوبه ما ينفع اني اتكلم معاه يعني او شيء. فالتصادم هذا سبب لي مشاكل يعني 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 تعرضت لهواش، تعرضت لمشاكل ما انا عارف اتاقلم معاهم في كلام في امور، وضعت في بيئه مو بيئتك. إيه؟ نعم. ولما تصير مشكله وهذا طبعا الكل يفزع لان هذا سجين قديم. صحيح. هذا فانت تشوف الوضع يعني، وانت حتى في هذه البيئه اللي انت رحت فيها مو بيئتك، اكيد الكل ينظر لك نظره مختلفه ايضا. اكيد. طيب يعني في اتوقع اضافه قبل لا اسالك، يعني لك اضافه او تعليق؟ اي اسالني تفضل. اي ابي الحكم اللي صدر الحين حكم نهائي حكم ولا نهائي. في طعن او في استئناف او في تمييز؟ يعني انا
يعني انا لو كان في هناك شك في الحق او الحكم اللي احنا اللي كسبناه يمكن حتى ما نفتح الموضوع ولا نكلم لا وزارة الداخلية ولا نكلم حتى يعني ضمير المجتمع نسميه حتى يكونون واقفين على أخطاء وزارة الداخلية ولا واقفين على أخطاء وزارات الأخرى اللي هو رئيس مجلس الوزراء بصفته مسؤول عن وزير الداخلية. الحكم هذا اللي طلع أنا بتكلم عنه يعني أنا أقول لو يقرأ وزير الداخلية وهذا الحكم أنصف بدر بل لامس كبد الحقيقة. يقول الحكم وهذا من أجمل ما قرأت حقيقة من الأحكام يعني إذا سمحت لي أني أقرأ العجالة يقول الحكم يقول والتي ابتعد بها يقول وحيث أنه من عن الضرر الأدبي في فالعوض التي حرم منها رغم أنه محمية والتي ابتعد بها التنفيذ إليه بعقوبة لا تخصه عن رحابها رحابتها في إطارها الطبيعي وأدى ذلك بذاته إلى شعوره بالقمع. شوف الحكم شو يقول والقهر والإحساس بالظلم العاصف بكل القيم المرددة والتي لم يجد لها صدى من عدل. هذا الكلام اللي قاله بدر الحين قبل شوي أو مجالا لحرمه فقد عايش زجرا لجرم لم يقترفه وضاقت عليه الدنيا في محبسه وغمضت الحقيقة بزور التبس به الحق بالباطل ولا مرية في يقينه أنه نظيف اليد وطاهر النفس. هذا من خلال الأدلة اللي قدمناها لم يتلوث بسلوك جانح أو عمل مؤثم ورغم ذلك فقد حيل بينه وبين حريته ولا سبيل لصرخة احتجاج أو فعل متمرد في حال بلا قوة وشأن بلا اعتبار وبات التسلط والتحامل سكين نفسه ومليك كيانه فهو لم يشق عصا الطاعة على مجتمعه فوجد ذاته منبوذة تفارق الحياة في نشاطها وحركتها وقارت في نفسه جروح ألم وحسرة على اعتباره المهدر لكرامته المسفوحة وشرفه المهدور وقد لا تكفيها أموال الدنيا. هذا القاضي يقول فعلا محكمة لا تكفيها أموال الدنيا لتلتئم بها جروح نفسه إلا أنه لما كان التعويض عن الضرر الأدبي مقصودا به الرمزية ومشروط بالجبر لا المعادلة مع الضرر يعني قد لا يكون وهو ما تراه مع المحكمة كافية تقدير مبلغ اللي هو وحيث أنه يعني هذه يعني هذه هذا الحكم يعني أنا أقتل لو يقرأ أي إنسان من المسؤولين أعتقد أنه ما يميز أصلا هذا الحكم. والمشكلة والله العظيم أنا قرأت التمييز وأتمنى وزارة الداخلية بمستشاريها يقرون التمييز ويشوفون لي على أي أساس ميزوا القهر لما تشوف يعني المماطلة وزارة الداخلية ميزة الحكم وطاعنا فيه يعني طاعنا وطالبة يعني وقف نفاذ أيضا وللأسف أنها تلجأ إلى مثل هذه الأمور وهي يتهيأ لي في قرارة نفسها وتملك علم اليقين أن الرجل مظلوم ومع ذلك تكابر عشان لا تدفع المبلغ يمكن توا سووا إشكال بعد المشكلة ما هي مشكلة يعني أنا لو ألقى أن تمييزهم يعني يلامس الحقيقة أو شيء فيه من الصحة أو يعني في أشياء متشابهة الحق والباطل مختلطة مع بعض لكن الداخلية تقول هذا مو خطأي يعني تمييزها لو تقرأ أنا أتمنى وزير الداخلية يقرأ تحاول تبرئ نفسه يقرأ تمييزهم اللي مقدمينه قاعدين يماطلون في حق هذا المسكين بدال ما يقدمون له اعتذار بدال ما يجتهدون في ضبط هذا الإنسان الهارب المجرم الحقيقي. احنا نتكلم على تمييزهم يقولون احنا الخطأ مو من جانبنا احنا ندري انه مظلوم وندري انه انسجن وندري انه تعاقب بظلم الرجل يعني. ايه لكن يقول الخطأ مو من عندنا الخطأ من وزارة العدل. وزارة العدل هي المفروض وكيل النيابة لما يكتب الاسم احنا يكتب لنا اسم واحنا نروح نضبط ما ندري علما بان التحريات يعني مختفية منها هذه جريمة يفترض ان وزير الداخلية يوقف عليها. شلون وين بطاقة المجرم الحقيقي اللي ذاكره فالح العازمي النقيب اللي ضابطه وبطاقة البنك وين هي ليش اختفت من التحقيقات علما في أن محضر موجود
يقول لك والله هذا خطأ الوكيل النيابي. الوكيل النيابي ترى لما يكتب اسمي محمد الماجدي ضبط محمد الماجدي نقول ترى ما يعرف محمد الماجدي شكله. صحيح. منو اللي يتحقق من شخص محمد الماجدي؟ وزارة الداخلية. نعم. يعني عذر هزيل وغير مقبول. أنا عشان كذي أطالب، أنا أقول يا 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 شيخ محمد الخالد، نعم، وأنت إن شاء الله إنك 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 إذا وقفت على تفاصيل هذا الموضوع أنا أعتقد إنك أنت أبو الحق وأنت اللي تنصفه، رغم أن هذه المشكلة بدت في عهدك 99 واندفنت في 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 عهدك أيضا، يجب عليك تجاه مجتمعك تجاه الحق تجاه ربنا إنك تنصف هذا الرجل بالإسراع بضبط المتهم الحقيقي. واحد لو تشكل لك فرقة وإنزال شد العقوبة فيه، العقوبة موجودة، احنا أخذنا عليه حكم 10 سنوات وعنده موجود ضبط إحضار وعنده اسمه وعنده حتى صورته الشخصية. احنا نطالب بتشكيل فرقة لضبط هذا الإنسان وإيداع السجن مثل ما 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 ما, ما ذاق المرارة بدر خلي يذوق المرارة. ثاني شيء إنه إن 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 يقدم اعتذار. ترى ترى المسألة ملامسة، ترى هي مواساة أو ملامسة شخصية من لمسة إنسانية من وزارة الداخلية وإقرارها بهذا الخطأ. قد يا أخي يجبر في نفس بدر شيء أموال الدنيا ما تجبره. صحيح. ترى أخ بدر، نعم، نبي نعرف شنو كان شعورك لما استلمت جواز السفر من موظفة إدارة السجن، ونبي نعرف بعد منو اللي ينصحك أنك تقدم دعوة على وزارة الداخلية، الفكرة كانت من منو؟ طبعا راجعت القسم نفسه بعد ما أنهيت الحكم كله، راجعت القسم نفسه في المحكمة، فقلت أنا طبقت الحكم كله الحين كله ما لكم شيء عندي، أبي أتكلم تعطيني مجال. فقال لي شنو تتكلم؟ قلت له طبعا هذا مسؤول، يعني مسؤول طبعا سألت لا مو قاضي التنفيذ، لا واحد من المسؤولين هناك. فسألت عند منو اللي اقدر اتكلم معاه في الموضوع هذا، قالوا لي عند فلان. فرحت المكتب وهذا وقعدت اتكلم معاه وقلت له انا طبقت كل شيء وهذا الحين ابي اكلمك، اقسم بالله العظيم مو انا الانسان هذا، انا طبقت كل شيء، نعم، كل اللي تبونه مني اعطيتكم اياه، الحين ابي اتكلم اعطوني مجال، مو انا الشيء، مو انا الانسان هذا. أعطيت إثباتاتي وهذا وقلت له مو أنا الإنسان هذا. كان يقول لي خلصت حكمك بالأسلوب هذا بالصيغة، خلصت حكمك؟ كان أقول له نعم. قال لي شوف في كتاب تروح تطبعه هناك طلب، تروح تاخذ المضبوطات اللي مسكت وياك بالواقع، وغير هذا مالك شيء عندي، ولا أشوف رقعت وجهك هني بالممر عندي هني بالأسلوب هذا، لا أشوف رقعت وجهك عندي هني بالممر أو في المحكمة كلها. فقلت له حاضر ماشي، طلعت يعني شنو التصرف اللي بتصرفه معاه، يعني لان اذا 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 راح اتكلم يعني انا اسف على الكلمه راح انزل المستوى اللي هو تكلم فيه يعني عرف. فطلعت من عنده رحت سويت الطلب وهذا ورحت ابي المضبوطات الحين صدقه اعطاني خيط مضبوطات، ابي المضبوطات انا هذه، قال اذا في اذا في مضبوطات ايه. فرحت قدمت الطلب وهذا وسويته، راح ودونا حق القسم، القسم هذه ترأسها موظفه. دخلت عند الموظفة، هذا كان أصعب يعني يوم صادفته. فعند الموظفة عطيتها الطلب وهذا وخلصت الإجراءات، راحت طلعت الظرف، فلما فتحت الظرف وهذا نزلت المضبوطات، نزل أي بوك مفتاح سيارة وهذا، ونزل الجواز. فقلت لها بعد إنك أقدر أخذ الجواز؟ قالت لي الحين بس توقع الاستلام وتأخذ أغراضك كلها. قلت لها ما فيني صبر لو سمحتي بس أقدر أشوف الجواز؟ قلت لي اخذه مالك. فتحت الجواز شفت الصوره، انا ابي اعرف الجواز جواز منه هذا، انا اول مره ادري يعني شنو اي. فتحت شفت الصوره، لما شفت الصوره صوره شخص مو، لما قريت الاسم اسمي، نعم، وطالع الصوره مو مو صورتك، حاشتني نفس حاله هزه، قمت يعني قمت حتى ادعم المكتب لهذا ابي اتكلم مو قادر، راح الصوت نهائيا. فصرت ماسك الجواز وحاطه أبي أتكلم، أقول لك والله العظيم يعني بش مادة الجواز كذي وأسوي لها كذي من الصدمة، إيه أسوي لها كذي يعني هذا. فتجمعوا الموظفات شنو فيه شنو فيه إيش فيك وهذا، قلت لها هذا هو، قلت لها هذا سجني مو أنا، والله مو أنا، أقول لهم كلهم مو أنا، هذا هو هذا هو.
فلما شافت الصورة خذت الملف كله وخذت الجواز، قالت لي بس تعال تعال، ودتني حق وكيل نيابة كان اسمه أحمد الحسيني في وقتها، خذ الملف فتح الملف وشاف الجواز وشاف الأمر هذا وكذا، خذ الملف كله ودخلني على رئيس النيابة. رئيس النيابة انفتح الموضوع كله مرة ثانية واستغربوا من الأمر، شلون سجنت؟ قلت له نعم سجنت. كم المدة؟ وقلت المدة كذا الفلانية. هني لقيت في إذن يعني سمعوك انفتحت وقاعد تسمع كلامي خلاص، لأنه بين الدليل يعني. بس بعد شنو؟ بين الدليل بعد شنو؟ بعد ما الإخوان الشرطة اللي راح يصلي واللي هذا راح بعد ما ضيعوا مستقبله وضيعوا اللي راح يصلي واللي راح يكلم تليفون. والنصيحة، نصيحة إنك ترفع قضية على وزارة الداخلية كانت من منو؟ من حضرة المستشار. شلون لجأت له؟ شلون لجأت حق المحامي محمد المالكي؟ أنا يعني حتى الكل يعني قاعد أشرح له الأمر وهذا، أنا وكلت محامي لما كنت في السجن، وكلت محامي الله يسامحه، يعني ما على داعي، ما سوالك شيء، ما حضر أصلا يعني. فبعد ما خلصت الحكم، بعد ما خلصت وهذا، أنا قمت أتكلم لأن يعني ربعي شبه وخروا عني يعني وهذا، لأن أنا حاشتني أمور ما تسولف يعني، ما حد قام يمشي وياي، ما حد ساندك، اللي كان معاك أصلا بالسيارة ما راح يتابع الموضوع ويشوف صاحبه ايش فيه؟ لا شو يتابع الموضوع؟ أنا حتى في ناس ما يدرون إني كنت في السجن، قلت لهم إني كنت دورة برا، فتخيل طالع معهم، ردوا ربعي شوي شوي وهذا لما نشرت خبر انك كنت مسافر دورة برا. فوانا امشي بالسيارة تخيلوا على البحر او في مكان او رايحين مطعم تفتيش، طق على الكمبيوتر منو بدر، انزل انزل، رفع يدك فوق 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 فوق، طلع اللي وياك بدون ما نفتش. فهذا اللي معاي ينزلون من السيارة، شنو شو السالفة؟ ارفع يدك انت الثاني، ويفتشونا تفتيش ذاتي. ليش؟ لأن لما يطق على الكمبيوتر أنا طالع ترى رعاية لاحقة، مخدرات سجن. عرفت لما يطلع لازلت سجين في الفترة هذه كلها مراقب، فأرفع إيدي فوق يفتشني قدام العالم رايحين رادين السيارات وهذا، أو إذا كان في تفتيش العالم زحمة ورا مصفطين على اليمين. أستاذ محمد، بعض الأحيان ترى بعض المحامين وللأسف يكونون متسببين في ظلم موكلينهم. نعم. لأن يعني ما يتناول قضيته بجدية ويتركها على المستشارين اللي عنده بالمكتب ويلهى عن القضية أصلا أمام زحمة القضايا اللي موجودة على مكتبه، وحتى ما يحضر للأسف، ما يحضر المرافعات. أنت يعني هذا طبعا الكمال لله عز وجل، كل مهنة تلقى فيها شواذ، لكن الأغلب يعني أنا أقول أن حتى المحامين فيهم الخير والبركة، ولكن تلقى لابد ما يكون في خطأ أو سهو أو إهمال من قبل البعض. بالنسبة لبدر، أنت سألت سؤال شلون جاء وكلني. بدر كان موكلني ترى في قضايا قبل، وكلها كاسبها اللهم لك الحمد، يعني موفق معاي، فشرح لي الموضوع، موضوع اللي هو السجن وهذا، وطلبنا القضية الملف وراكضنا في الملفات اللي من 99 واللي القديمة لازم تكون في الشويخ ولازم تكون لها إجراءات طويلة. فبحثت القضية وقلت له أننا نتبناها وناخذها ونجيب لك إن شاء الله حقك، وشفنا الخلل فيها فرفعنا له القضية، والحمد لله الله وفقنا فيه في حكم اللي هو 250. هذا شهادة الواحد ما ينكر، وأنا أقول والله هذا لو نعطيه مليون مو هو كافي يعني على سجنه وعلى صحيح أمام جرح. طب بعد هذا الحكم اللي هو مبلغ ربع مليون دينار، هل لمحمد مطالب، عفوا لبدر مطالب أخرى، ولا خلاص راح تتسكر القضية عند هذا الحد؟ لا بالنسبة يعني هو المادي مثل ما ذكر الحكم، يعني إن هذا مادي جبر يعني مجرد ما هي شيء رمزي، لكن احنا نتكلم على في يمكن على وزارة الدفاع رفع قضية احتمال مستقبلا على أساس أنه هم سجن 6 شهور بعد ما طلع من السجن، راح للدوامة يرجع سجنه 6 شهور بعد للأسف. والفترة هذه اللي قعدها ظلم طبعا راح نطالب فيها أيضا. النقطة الثانية اللي هي اللي راح نقدر نسويه في قضيته، أن المطالبة الأهم من وزارة الداخلية أنها تضبط المتهم الحقيقي، تشكل فرقة وتقوم بضبطه، لأن هذا هو اللي مزعجه. يمكن هو ما قاله بالبرنامج، أول مرة نطلع في برنامج يمكن في نفس الموضوع هذا الشخصي، لكن أنا عارف أن هاجسه الأول والأخير هو أن المتهم هذا عيفان لازم يدش السجن. صحيح، لأنه هو اللي سبب للأزمة. وزير الداخلية لازم يكلف فرقة لضبطه. اثنين، احس انا من داخل انه يبي، هو ما يقول والله خلي وزير الداخليه يعتذر لي، لكن انا كمحاميه اطالب وزاره الداخليه
بانها تسوي له اعتذار باي صوره تراها يعني يواسي في ويكفي في حكم الخطأ. حكم الاستئناف وان شاء الله ياتي حكم التمييز. لكن انها تروح تراكض في اشكالات وزاره الداخليه وتراكض في تمييز، واحنا يعني ندري ان صحيح ندري صحيح. ان فلوسنا كلها قاعده تبرعات برا احنا كل اللي نبيه رد كرامه انسان مظلوم اكيد. هذا اللي نقوله يعني. استاذ بدر، نبي منك كلمه اخيره ونبي مطالبتك او مناشدتك اذا حب. انا اوجه كلمه حق وزارة الداخلية، هم قاعد يعني هم في خدمة المواطن. هو أي خدمة المواطن؟ هم يعني وضعوا في الأماكن هذه لخدمة المواطن. أنا راجعت بعد الأمور هذه وشفت أمور يعني بعد ما صار لي، بعد ما طبقت الحكم، بعد ما نفذت، وهذا كل ما أسولف يا واحد يقول لي قصتك هذه عجيبة تصدق فعلا. بس استريح برا وهذا يرجع 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يقول لي مو متفاعل معها او متعاطف. التعامل اقشر يعني نهائيا. فهالشيء والله العظيم سبب لي الم اكثر من الالام اللي قبل. انتم للحين يعني للحين ما في يعني طيب براءه وهذه اوراق ما في. فيتعاملون مع البشر على انهم بشر يعني لا يحط يعني. الحين اصبحت وزاره الداخليه انا تعاملت وياهم اكثر مواطن في الدوله كلها تعامل مع الوزاره هذه عن قرب جدا. وزارة الداخلية أصغر رتبة فيها هو وزير الداخلية، هو يعطي الأمر وهو ينفذ وهو يعطي الحكم وهو يعاقب وهو ينفذ كل شيء. الأمور ما في مساءلات من فوق أكيد. ما في جدية لغاية ما في جدية من داخل، ما في مراعاة الله عز وجل يعني إن يعلم إن في إله فوقه قاعد يعني وسيحاسب على ان شاء الله. ما نسوي هذا الموضوع على الجميع، ولكن اكيد في ناس ضعاف يعني ضعاف صحيح. نفوس او حتى الوازع الديني عندهم قليل، فتلاقي تصرفات فرديه وشخصيه ممكن هذه تضر بسمعه الجميع. هذا وين ما كان للأسف. اعتقد يعني الموضوع ما ينطبق على وزاره الداخليه فقط، يعني يمكن حتى في جهات في قطاع خاص ايضا في نفس التعامل. تراجعت بالعدل ايضا الجهاز. والمشكله احنا نقول راس الهرم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يفترض ان الموضوع هذا طالما انه مسؤول عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ومسؤول عن حريات المواطنين يفترض انه يتدخل. نعم. وينهي مأساة هذا المواطن إن شاء ويرد الله. الاعتبار وان شاء الله يعني هذه رسالة توجه الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الداخلية والى وزير العدل ايضا، انه يسحبون الاجراءات اللي قاعد يقومون فيها هذه والتعطيل والامور هذه اللي قاعد يقومون. انا استحق الاعتذار كل اللي صار هذه. نعم. العمر كم 7 سنين فيه يعني كم 7 سنوات في العمر تستحق الاعتذار. أنا استحق الاعتذار التعويض وإن كانت يعني هذه قليلة أيضا في حق مظلوميتك ما يكون بالمواجهة بالطريقة صحيح. هذه. المواطن بدر محمد المطيري وأيضا المحامي الدكتور محمد الماجدي، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وأرجع أقول لك الحمد لله على سلامتك. وش أنا ترى مو دكتور يعني ما أدري أنا حاطين لي دكتور إن شاء الله قاعد نكمل الله يوفقك إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله يعطيكم العافية الله يسلمك. مشكورين فاصل وراجع لكم.